تنضم لنا دلوقتي واحدة من نجمات المباراة، طبعا مباراة النادي الأهلي أمام هابيتات الإيفواري ضمن مباريات بطولة كأس الكؤوس الإفريقية من داخل صالة الشهداء بمقر النادي الأهلي بالجزيرة. طبعا كابتن فرح حازم، برحب بيك على شاشة قناة النادي الأهلي. في البداية النهاردة يمكن شفنا مباراة في المتناول بالنسبة لكم، خلص كبير جدا 39-15 عكس مباراة أمس طبعا منغولي. تقولي احنا اشتغلنا عليها كويس قوي، احنا اتفرجنا عليهم قبل ما نيجي وكنا محضرينهم وكنا داخلين من اول دقيقه لغايه اخر دقيقه، حتى لما السكور كان مفتوح احنا دخلنا من اول ثانيه عايزين ناخد الماتش وعايزين نفتح وعايزين نأدي اداء حلو، وكل واحد عشان في الاخر كان بيلعب عشان يبقى مبسوط. ف بشكر الفرقه كلها النهارده على اداء يعني، وان شاء الله الماتش الجاي هتبقى كده ان شاء الله. بنشوف دايما دعم ومسانده مجلس الاداره، شفنا النهارده استاذ محمد الغزاوي عضو مجلس اداره النادي الاهلي، كابتن خالد العوضي يمكن معاكم طول الوقت من قبل حتى بدء البطوله، بس بيكون حريص ان هو يكون موجود في المدرجات، طبعا مدير عام نشاط رياضي. قالوا لكم النهارده ايه بعد انتهاء المباراه؟ انا اكيد الاول بشكرهم ان هم واقفين جنبنا من دي 1، من اول ما بدانا الموسم اصلا من قبل ما نخش بطوله افريقيا، ان احنا عايزين نأدي اكتر حاجه عندنا ودايما بيدعمونا واقفين في ظهرنا، حتى لما كان بيحصلنا اي دروب كانوا اول ناس بتساندنا وفي ظهرنا. دلوقتي الحمد لله هم كانوا واقفين جنبنا من اول ما دخلنا افريقيا وقالوا ان احنا ان شاء الله عايزين نحقق حاجه كبيره فيها، والنهارده جم كانوا معانا بعد الماتش وشجعونا وقالوا لنا لسه عندنا كتير، خلصنا فرحه النهارده هنركز في ماتش بكره وان شاء الله هنساعدهم يعني ونحقق اللي هم عايزينه ان شاء الله. كابتن فرح، ياخد من كلامك بكره ماتش صعب جدا، اكيد انتوا عارفين ده من الجهاز الفني طبعا والجهاز الاداري، بريميرو دي اوجوستو يمكن واخد يعني سكند بليس طبعا في السوبر الافريقي، هو واحد من اقوى الفرق الافريقيه، يمكن زي ما احنا بنقول يمكن هو وبيترو هو اهلي وزمالك كره اليد في افريقيا، اكيد استعدادات مختلفه المباراه. بتقولي ايه عن المباراه بكره، خاصه ان هي هتكون محتاجه منكم اداء بدني اكبر من مباراه اليوم؟ احنا خلصنا فرقه النهارده ماتش، اول ما نرجع هنتجمع كلنا وطبعا هنتفرج على الفرقه اللي قدامنا، هنستعد لها كويس قوي وهنبعد المسؤوليه ان شاء الله، انا واثقه فينا كلنا وفي الفرقه كلها بالجهاز، هم جامدين لكن دي حاجه احنا برضو مش قليلين خالص وده يبين من الماتشات اللي فاتوا، وان شاء الله ماتش بكره هنسعد الجمهور وهنحقق حاجه كويسه قوي ان شاء الله. الف مبروك يا كابتن فرح، نورتينا وشرفتينا على شاشه قناه نادي الاهلي. الله يبارك فيك، شكرا يا كابتن هيثم. ده طبعا كان لقائنا مع واحده من نجمات هذا اللقاء، كابتن طبعا فرح حازم، وزي ما احنا شفنا يمكن كلامهم كلهم سواء كابتن ليلى كابتن فرح بيتكلموا ان هم دايما اول ما في صفحه بتتقفل خلاص ماتش وخلص وبيركزوا في اللي بعد كده، شايفين انه يعني يمكن التحدي كبير سواء قدام الفرق الكبيره او الصغيره، بكره في مواجهه هامه جدا امام بريميرو دي اوجوستو وهو واحد من اقوى فرق افريقيا، طبعا اكيد هيبقى محتاج منهم مجهود كبير، يمكن يعني النهارده كابتن محمد عادل زوله هيشتغل على ده وهيشوف اكيد ايه كل الثغرات نقاط القوه والضعف لبريميرو دي اوجوستو، وان شاء الله بكره يحققوا اكيد فوز زي ما احنا شفنا النهارده امام هابيتات وكمان امبارح امام اوتو الكونغولي، ان شاء الله زي ما لاعبات يعني او سيدات ياد الاهلي وعدوا جمهور النادي الاهلي ان شاء الله بالبطوله، ان شاء الله يبقوا قد وعدهم ويرفعوا راس كل الاهلاويه. شكرا كابتن هيثم، الكلمه ليك مره اخرى.